السلام عليكم ورحمة الله إخوان المشاهدين محبين المهن اليدوية. اليوم لدينا هذا الدبلوم شهادة فخرية أقوم بإنجاز لها إطار مناسب بسيط، فأرجو منكم المتابعة إلى نهاية الفيديو لتروا المراحل التي أجتازها للحصول على إنهاء إطار معين لهذه الشهادة الفخرية. إذن قبل كل شيء دوران المنشار جهة اليسار، ثم أقوم بالفصالة الأولى، بعدها دوران المنشار جهة اليمين والتركيز على الدوران المنشار حتى سماع الصوت إثبات المنشار، ثم أقوم بالفصالة الثانية، وقبل ما أقوم بالفصالة الثانية أضع علامة بالقلم أي نقطة ضرب المنشار. فبعد الفصالة بالمنشار خاصة في جهة اليسار أو جهة اليمين يجب رفع المنشار، هذا لسلامة السكين ذات أسنان والحفاظ عليه. We'll be right back.
وفي هذه المرحلة مشاهدين الأفاضل أتممت عملية الفصال بالمنشار، والآن أقوم بلصق القطع الخشبية لبعضها بالسيليسيون، ثم أحمل هذا الإطار أو المجموعة من الإطارات إلى ما يسمى بعملية الجرابو أو الكرافوز، ثم فصالة الزجاج ذات السمك 2 ملم، وفي الآخر تركيب الصورة التي لدينا والزجاج ثم الورق المقوى وإنهاء عملية التأطير لشهادتنا الفخرية. وإلى هنا مشاهدي الكرام، شاركت معكم درس هام في تأطير الشواهد الإدارية. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. We'll be right back.